السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد ذلك ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا برايك علشان يوصل لكم كل جديد ولا نوفيكم بأسعار ومصاريف كلية الطب العسكري في مصر 2021. مصاريف كلية الطب العسكري 2021، ومن الجدير بالذكر أن كلية الطب العسكري توجد من ضمن كليات القوات المسلحة ولكن تختلف عن كليات الطب الجامعية والحكومية والخاصة الأخرى، فإنها يكون الشغل بعد التخرج تابعة للقوات المسلحة العسكرية، ويسمى خريج هذه الكليات طبيب برتبة ضابط، حيث يأخذ في الأول لقب طبيب ملازم أول ثم يتولى مناصب أعلى فيما بعد. كما ويتمكن أيضا خريج هذه الكليات العسكرية أن يكون لديه قدرة على الشغل الطبي في المجال العسكري. لذا من المهم لنا أن نقدم لكم نبذة عن هذه الكلية ومصاريف كلية الطب العسكري لعام 2021. أسعار ومصاريف كلية الطب العسكري لعام 2021. شروط التقديم في كلية الطب العسكري لعام 2021: يجب أن يكون حامل للجنسية المصرية، وأن يكون من أبناء وأجداد حاملين للجنسية المصرية أيضا فقط لا غيرها، ويجب أن يكون قد أتم دراسته وحصوله على الشهادة الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلها طبقا للقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والتي يتم القبول بها في كليات الطب الأخرى المناظرة. يجب أيضا مراعاة مجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها أو النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح في نفس السنة التي يقدم فيها الطالب، وذلك شروط لدخول الكلية، وهذا طبقا للشروط التي تقررها إدارة المجلس الأعلى للكليات العسكرية. ويجب أن لا يكون قد مضى على حصول الطالب للشهادة الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلها من المدارس الدولية والخاصة الأخرى أكثر من سنتين. ومن الشروط المهمة أيضا شرط السن، وهو لازم القبول في كلية الطب العسكري أو أي كلية عسكرية أخرى، وهو أن لا يزيد السن الطالب في أول شهر أكتوبر من العام المتقدم فيه عن 22 سنة ميلادية، كما ويمنع الطالب من القبول إذا كان قد سبق عليه الحكم بعقوبة جنائية أو قد فعل جريمة مخلة بالشرف أو أي مشكلات أخرى تخل بينه وبين الآخرين. وأيضا يجب أن يكون سلوك العائلة والأقارب حسن وليس لديهم أي أحكام جنائية أو جرائم أو مشاكل مخللة بأمن الوطن وسلامة المواطنين. يجب أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج من قبل، كما يتعهد بعدم الزواج أثناء فترة الدراسة، وأن يكون الطالب المتقدم لائق بدنيا. مصاريف كلية الطب العسكري 2021، حيث تبلغ مصاريف كلية الطب العسكري لعام 2021 حوالي 15,000 فقط لا غير، وتتغير هذه المصاريف كام عام بحسب تعليمات الإدارة بها. ما هي مدة الدراسة في كلية الطب العسكري 2021؟ حيث تبلغ مدة الدراسة في كلية الطب العسكري مدة زمنية لا تقل عن 6 أعوام دراسية، يدرس فيها الطالب الملتحق بكلية الطب العسكري كل ما يخص الطب البشري، كما ويدرس طالب كلية الطب العسكري العديد من التخصصات في المجال الطبي والمجال العسكري، ومنها ما يلي: يدرس تخصصات في العلوم الطبية والبشرية، كما ويدرس تخصصات في العلوم الإنسانية، ويدرس أيضا الطالب تخصصات في العلوم العسكرية والإدارية. أقسام العلوم الطبية: قسم التشريح، قسم الميكروبيولوجي والمناعة، قسم الباثولوجي، قسم الصيدليات والأدوية، قسم الطب الشرعي والسموم، قسم الكيمياء الحيوية، قسم الفسيولوجي، قسم الهيستولوجي، قسم الطفيلات. أقسام العلوم الإدارية والعسكرية: قسم الطب البحري، قسم طب الطيران، قسم الطب الميداني. وبهذا قد أوفيناكم بمصاريف كلية الطب العسكري 2021 في مصر. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعم الله برايك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.